حابين نعرف الأول من حضرتك إيه قصة أو إيه مشكلة الخلل اللي بيحصل في الجهاز المناعي، وإزاي قصة الاستشفاء البيئي أو العلاجات الغير تقليدية بدأت يبقى لها دور كبير في هذا المجال. بشكر حضرتك على الدعوة طبعا، وبشكر قناة المجد وبرنامج لا بأس وكل القائمين على القناة لاختيارهم هذا الموضوع المهم جدا. يمكن لأن حياة الإنسان وما يكون بها من خلل مبني على الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو وزارة الدفاع اللي بتحافظ على جسم الإنسان منذ وهو في بطن أمه أصلا، حتى مش بس وبعد الولادة، ولكن بتنشط هذه الأجهزة المختلفة والمتعددة في جسم الإنسان، سواء كانت الطحال، سواء كان البستين، سواء كان الغدد الليمفاوية، سواء كان العقد الليمفاوية والخلايا كرات الدم البيضاء، كلها هي مكونات الجهاز المناعي، وفي أيضا بعض الأنسجة الأخرى. جهاز المناعة هو الجهاز المنوط بحماية جسم الإنسان في كل مراحله. تمام. المفروض أن احنا بنحافظ على جهاز المناعة بتناول الأغذية الصحيحة والصحية، عدم الإسراف في الأدوية اللي المفروض أن احنا هنكمل مع حضرتك دكتور، بس ده سؤالنا موجود على هاشتاج برنامج لا بأس، مستنيين اجابته من الساده المشاهدين معانا. ايه اكتر العلاجات اللي هم جربوها في الام المفاصل والروماتيزم؟ هل هي الادويه المسكنه او الكورتيزون او الحقن الموضعي؟ وحطينا الدفن بالرمال، عاوزين نعرف من الساده المشاهدين هل حد فعلا استعمل هذا النوع من العلاج ولا لا؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في نهايه الحلقه. دكتور، يعني الخلل فعلا في الجهاز المناعي ممكن يكون له اعراض متعدده مش بس على امراض او على مشاكل المفاصل؟ مش بس على امراض الجهاز العضلي او الحركي، لكن الجلد ممكن يكون احد المصابين بالموضوع، الكبد، الكلى، اجهزه كثيره جدا في الجسم ممكن تتاثر اذا حدث خلل في جهاز المناعه. هو طبعا المفروض ان الجهاز ده بيحافظ على حمايه الجسم من الاعداء الداخلين ليه. تمام. زي الفيروسات والميكروبات والبكتيريا والاعداء الاخرين. ايضا في بعض الامور قد يحدث خلل في اداره يعني الجهاز نفسه، فيبدا يتلف او يعني يهاجم الخلايا الصحيحه. تمام. في جسم الانسان، وده طبعا بينتج عنه مشاكل متعدده سواء في المفاصل او في الجلد او متغيره في الجسم كله. تمام.